السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سلم الرواتب يخضع حاليا للمداولات داخل البرلمان. اكدت النائبة فاتن محيي محسن ان قانون سلم الرواتب الجديد ما زال قيد المناقشة في اروقة الحكومة، داعية الحكومة الى سرعة انجازه وارساله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه. وقالت محسن ان قانون سلم رواتب الموظفين يخضع حاليا للمداولات داخل اروقة مجلس النواب، لافتة الى ان القانون من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الطبقية. اضافت ان هناك مطالبات نيابية بضرورة ادراج سلم الرواتب على جدول أعمال مجلس الوزراء واستكمال إجراءات المصادقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه. وأشارت محسن إلى أن القانون سينصف أصحاب الدرجات الدنيا ويحقق العدالة بين الجميع دون استثناء، مؤكدة أن غالبية شرائح المجتمع العراقي ينتظرون تشريع القانون. واستبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي إعادة طرح موضوع سلم الرواتب خلال المستقبل القريب بعد إثارته بشكل كبير قبيل إقرار موازنة 2023.